نسحب من هون ولا من غير هون؟ جينا قلنا بدنا نجي نجرب الدونات من اول وصلتنا على الهوز. هلا انا جاي اتسوق، بس لانه اذا ذاكرين المهرجان اللي شفناه بسوق التذوق. حبيبتي منى كيفك؟ اهلا وسهلا، كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. حبيبتي وعليك بخير وسلامي يا رب. حبيبه قلبي، ايه فحبايب قلبي، سوق الزواقه اذا ذاكرين شفناه برمضان. هلا كنت عم سلم على منى وبعدين قطشنا الحديث، فخبروني هون محل ما اكلنا دونات عندهم، قالوا لي نحن بالهوز. فليكو أول ما فتنا مباشرة هني هون على اليمين صغيرين، وأطيب فنجان قهوة مع الدونات بدنا ندوقهم هلأ، نتروق قبل ما نكمل تسوقنا. لقوا بيطحنولنا القهوة فريش. شوف هالمكنة كيف بتشتغل. ندوق القهوة، عجبتني فكرة إنه القهوة بتكون طازة، بحب هيك أنا. ليكو هالمشاريع الصغيرة، ليكو ما أحلاهن إنه عاملين هيك كشك بقلب سوبر ماركت. دونات شغل دياتهن مع مافن، هلأ المافن اسم الله خالص. فا والله برافو برافو. هلأ هاي شو بتنطري هلأ تعمل؟ بتسخن المي لتسخن المي مزبوط، من خلال البخار بتنزل القهوة، بتصير عنا هون قهوة بس. بتصير قهوة مركزة يعني. تمام، لكن لنقي الدونات اللي بدنا اياه. اي دونات حناخد يا هيدي؟ اللي اكلناها بسوق الزواقه. لبسونا كفوف عشان ما يوسخوا ايدينا. شكرا شكرا شكرا. واو، مليان علبة شوكولات. أطيب ترويقة قبل التسوق، كتير طيبين. نجرب واحدة كلاسيكية. لا هيدي الباتيسير مش الكلاسيك. هي باتيسير. ايه. أي الكلاسيكية؟ الكلاسيك تحت مكتوب عليها كلاسيكية. بس هاي مش شكل كل ما بدنا نيجي نتسوق ناكل قطعتين دونات. بس عن جد طيبين. هاي بكريم باتيسير. لبين ما اكلنا الدونات القهوه صارت جاهزه تقريبا، حتى اذا معنا اولاد صغار. هيك شو حلوين كانهم عوامات لاعياد الميلاد. كثير عم ينطلبوا منهم هدول. بتشتغلوا لاعياد الميلاد؟ برافو والله. حلوين، حتى ليكوا عاملين هون عرض. يا دلي انا شو بدي غراض، اذا بحكي لكم قد ايه بدي غراض ما حد صدق. يعني عن جد اللي بيطلع من رمضان، انا بالنسبه لي التسوق مش لما بفوت على رمضان او منستقبل شهر الكريم، لا لما بطلع منه ساعتها لازمني تسوق. شو عاملين هون عرض؟ 79 سنت. والله مهم. اي والله حناخد. ايه انا السارديني بينفعني كتير لايام اللي بكون عم عزل ما بدي اطبخ، فافتح لي كم علبة وجنبه مثلا صحن خضرة وخلصت، وعصرة حامض حاخد. طيب السردين انا بحبه لسه اكثر من التونه، التونه بحبه مع السلطه، بس السردين هيك استمتع فيها. بدي رز مصري. مره حدا كتب لي بالكومنتات ليلى خدي اغلى نوع رز مصري لانه بيجي نوعيته اطيب. هلا هذا 4.71، هذا هذا 5، يعني هذا اطيب. هات لنشوف، يعني ما في الا هالنوعين معناتها شو بناخذ. بس ليكوا لكم شغله كمان، هون مكتوب 5.25، نفس الماركة مكتوب، بس لا قد ايه وزنه؟ 4 كيلوغرام. هونيك قد ايه وزنه؟ 4. لا في خربطة بالأسعار، حضلني على هيدا.
هلا طالما برمضان مش كتير شربنا شاي، فح اخذ العلبة الصغيرة لأنه لسه عندي شوية شاي، ما رح اخذ هالعلبة الكبيرة. بس للأمانة شو سعرها 5.42 دولار الكبيرة، هاي تقريبا نص السعر، بس ما مكتوب، لا مكتوب 2.9 دولار، 2.9 دولار سنت. رز بسمتي، الرز بجميع أشكاله أنا مخلصته. أي نوع رز حاخد هالمرة؟ يلي أخدته قبل رمضان كان اسمه هديل، ما في منه، فشو حاخد محله؟ ليكو حاخد شعلان، ما في كمان شعلان، ما في. شو حناخد؟ حاخد تاج. قديه سعره؟ لا لا خدي تيجان على وزن شعلان. لا بحب تاج أكثر، سعره 11.15 دولار. شو يا أنا هلا دارت لي تيجان على تيجان على وزن فعلان نفس الشيء. حاخذ 5 كيلو سعره 11.15 سنت. قشطة الترويقة. ما... لا مش هذا الزعتر، شو اسمه هذا؟ بدي زعتر الأسرة هيدا. الله سعره $1.69. الله لا يحرمنا اياك، اطيب زعتر. يعني قد ايه انا بحب زعتر الزوبة يلي بنعمله بالضيعة. هيداك له نكهاته له استعمالاته، هيدا له نكهاته واستعمالاته. ليلى في هيدا الزعتر، هيدا الزعتر المائدة في الأسرة، في زعتر المائدة كان بيجي بعلبة بلاستيك. ماني ذاكرته. ايه ومسكر له غطاء، هذيك ربينا عليه مثل ما بيقولوا كمان. كمان؟ ايه بس انقطع، فرد قطع ما عدنا شفنا منه يعني. بالنسبة للملوخية، طالما نحن هلا بنستند الملوخية، في حد بيتنا فاتح دكانة، مش سوبر ماركت، دكانة ببيع ملوخية إذا بغسلها 100 زوم ما بتميلت، يعني بتعمل هي المادة الهليمية اللي بتطلع بقلبها. فاكتشفت لكم يا جماعة، أنا من زمان مكتشفته لهلا اكتشفت، بس حابة أقول لكم إياه، إنه الملوخية أنواع. يعني أحياناً بتاخذوا الملوخية بتقولوا يا الله غسلتها بالماء الباردة عملت هي المادة، أو غسلتها بماء سخنة عملت هي المادة. الملوخية هي أنواع، المشكلة بالملوخية مش فيكم أنتم. فلناخذ الزعتر. الاشياء اللي بتكون بالسلل هيك بتكون عليها عروض اكثر من الاشياء اللي على الرف. فعلبة الراحة $2.15. ما بعرف ايش اشتهيته، عبالي علبة، عبالي راحة. حاخد وحدة. وصلنا على قسم الملح. انا دايما بس اجي على قسم الملح باخد نوعين ملح، ملح خشن والملح العادي. سعره 23 سنت، باخد ثلاثة. هذا الملح العادي ب32 سنت، كمان هاخد ثلاثة. ليكو بهول البوكسات حاطين مع كارونا سعره $2.21. الثلاثة إلى بتعصب فلسطين. أنا ما خصني، هي لحالة مفتوحة يا هادي، لحالة مفتوحة، ما إلي علاقة. ما دخلني. بس عن جد هي النوعية ما جربتها قبل هلا. طيبة هاخد لهيدا احمر مع حر، هذا بالزيت، وهيداك هذا مع حر، انا بحبه مع حر. بدي دورها كمان. قد ايه سعره؟ 4.58 الثلاثه، وثلاثه كمان دورها سعره 4.15. كم واحد بدك دورها؟ اي ثلاثه. يا الله ليش بشوف ببقية الدول، خاصة دول بلاد برا أمريكا أوروبا، بلاقي هاي السمنة عندهم أرخص. يعني حتى شفتها ب$33، نحن عنا ب40.9 الكيليان. حاخد كيلو ولا حاخد علبة بس. بتعرفي ليلى هلا اللي هوني نفس هي زاد. شو هي؟ لا يا عمي هذه منا صناعة، صناعة سورية. أنا بعرف، نحن كنا اخذين فكرة انها صناعة سورية، بس ما بعرف صناعة وين طلعت. ما انا اوروبية يعني. شغل وين؟ هون بريطانيا. بريطانية. هذا الفطر اذا بيجي بالشهر انا 3 مرات 4 مرات على السوبر ماركت بدي فطر. فبحب دايما اخذ الفطر يلي زاز، وبتجي الحبة الكاملة. سعرها هاي 330 ميل، سعرها 1.55. خلينا ناخذ كذا زجاجة. عائلتي كثير بتحب الفطر مع الرز، يعني هي الأكلة اللي كمان أنا إذا بعملها كذا مرة بالشهر هني ما بيزهقوها. صحيح. فهذا الفطر.
هيك هون كلها عروضات، هي كلها عروضات. رح اخذ خال النينتان، الخال بدولار فاصل 42. يا بلاش يا بلاش، لانه هذا الخال انا بستعمله مش بس بالنقعه الدجاج وهيك، لا بالتنظيف كمان احيانا بحط بسطل المسح شوي بخال زي شو، او بمسح قلب البراد. اه كمان دول البزاق الخال. ايه عن جد والله، الله يعينه لهالبزاق، بيحطوا معه سكر يعني هالبزاق ما شيء ما حنجربه فيه. علب القشطة هول بالكرتون ما بعرف اذا انتم مثلي، بحس طعمتها غير عن التنك يلي بالكرتون اطيب بكتير. واجمالا انا بس جيب الحليب طازة وفريش بشيل القشطة من عن وشها وبستعملها بدال هول، بس مش دايما انا عندي الحليب الطازة، مشان هيك انا بستعمل القشطة العادية تبع السوبر ماركت احيانا. دولار فاصل 64 ال 250 ميل. عندي بيكنج باودر، عندي فانيليا، حاخد شوكولا. باخد شوكولا نوار ولا باخد الشوكولا البني؟ هذا الكبير سعره 3.83. انا رايي خدي بني نوار ابيض، شو في الوان خدي، المهم شوكولا. مع العلم هالقد بتحب الشوكولا؟ لا طيب زعل منك. طبعا بالعكس انا بحس هيدي بحب الفويكي الجوسي هيك قصص. ايه بس انه بحبه، انه معنى انه هذا الدوبي بتستعمليه بالكان بالكيك ولا بالحلويات ولا كل شيء. مزبوط. إذا بتجوا لرأيي ولذوقي، الأشياء اللي عليها اسم أنا ما حبيتها، حبيت هذا اللي بيجي هيك ما عليه اسم، فكتير طيب، كتير طعمته طيبة وبدوب بسرعة لما بحط معه القشطة. بدي وايبس، هذا أكتر نوع وايبس أنا بستعمله، سعره 1.77. هذا العدس أنا مش ضروري بس بالشتوية، صيفية وشتوية ما فيني أنقطع منه، طيب كتير بالمجدرة. $2.38. البرغل الناعم 89. لا والله هذا منه ناعم، هذا خشن. وين البرغل الناعم؟ هذا البرغل الناعم سعره 91 سنت. منجيب البني أكتر شي نحنا مشان التبولة، الكباب، سكر. السكر قدي وزنه هيدا؟ 4 كيلو مش 5، 4.28. وهيدا التاني هيدا 5 كيلو $4.05. فأنا حأخذ هيدا من 5 كيلو. أي نوع فاصوليا أنتوا أكتر شي بتحبوه؟ هاي اللي بتيجي هيك، قربها على الكاميرا تشوفوها، ليكو سعرها كمان. أو هاي الفاصولية البيضة أنا هي بحبها كتير، معناه هيديك أغلى بس أنا بحب هاي البيضة، بحسها أخف على المعدة ما بعرف ليش، هيك بس تكون بالطنجرة مع الصوص البندورة هي أطيب مع الرز. يا سلام، جاء عبالنا طبخة فريكي كمان. لكل فريكي اكتبوا لي كيف بتعرفوا الأصلية من المش أصلية، لأنه أحيانا بيحطوا صبغة وما صبغة. سعرها 3.71. اخذ لي كم كيس دورة كمان مشان مودو أفندي، عندي أنا هي مكان اللي بتفرقع بوشار على الكهرباء، فالحمد لله ما بعت لهم أي نوع أخذ بوشار. لو باخذ أسوأ نوعية وأرخص نوعية، أو مش أسوأ، لا لو بياخد أرخص نوعية بفرقوا كلهم، ف بياخد 3 أكياس. شو هي هاي؟ تانكي. إيه عن جد شكلها بتحسوا من الأفلام الأمريكية هربان. تانكي حلوة. شو هيدا؟ مستردة؟ بعد شكلها هيك فيها. مطارد خردل. حد لنفوت على هذا القسم المعكرونات والمبعرف هاي القصص اللي شايفينها قدامكم، رح عوز كتير قصص من هون. هاخد مايونيز. هيكو اجمالا لقلكم شغلة، هاي العلبة لفتت نظر كتير بس دستها طلعت بلاستيك. انا بتقصد اخد الاناني الازاز مشان تعرفوا بالصيفية بس اعمل الموني كله بينعمل له اعادة تدوير، فضيعانا معنا شكلها كتير حلو هيك جاي مخصور بس بلاستيك. هلا رح اخد هيدا واحد بكفي لانه في ايدي فيها استعملها الصيفية تحط فيها جلل مثلا. جلل ما هيك. اخذت بلان سلاي سعره وين سعره هيدي ما موجود السعر مبلا هون $2.99 تقريبا $3. منظر هالصلصات بتحسوا بيجزوا، بس سبحان الله بكل بيت ما بتلاقوا الا صلصتين او ثلاثه باحسن حالاته اربعه يلي هن الكاتشب المايونيز
الباربيكيو والموتر، بس هون مثلا هذا الهالبينو يمكن انا لانه بعمل الصلصات على ايدي فمشان هيك ما كثير بقني هيك صلصات. اكتبوا لي انتم من اي نوع صوصات؟ صوصات صوصات. لما بتفتحوا براد باب برادكم بيكون في كثير صلصات ولا لا بس مثل كاتشب مايونيز وبس؟ انا مع كارونات من هول عندي يا هيدي، بس هيدا بدكم اخذ واحد لانه مشان صلصه التونه والمايونيز. طبعا اي والله كثير طيب، خسرتنا في ام الرور بحبوه، عائلتي كثير بتحبوه. طيب ببورد ليلى، بحسه اكل بارد يعني. رخيص كثير، كثير رخيص، 8 سنت. دائما حبوا هيك اكلات رخيصه وكويسه وبنت عالم وناس. لا عن جد كثير رخيص، ليه هالقد رخيص؟ هذا شو؟ هذا كمان ملون بس منه مثل هيدا، استغربت سعره. شعيري كيس كبير ما حياخد ولا بياخد؟ ليكو الكيس الكبير وينه؟ قد ايه سعره؟ سعره 3 دولار يعني 4 دولار. هذا الكيس الكبير بيجي 5 كيلو بياخده؟ والله ما بعرف شو رأيك؟ كثير عم حسه كثير، رح اخذ لذيذ. إذا بتستاهل كثير منه كثير. لأنه بتعرف شو يا هيدي، خذ صغير بتستاهل كثير، ما تاخذي منه كثير. لا أنا برمضان جبت كثير شعيرية، فحأخذ كيسين مشان ما أرجع أجي على السوبر ماركت بنفس الشهر، حأخذ هيدا. لك يقدرني اللي بيفهمه أنا. حياتك، حأخذ هيدا من هيدا كيسين بس لزيادة. بدي دبس البندورة، والله حتى دبس البندورة خلصت. حاخد هيدا طاووس. لا 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 خدي الطاووس الذهبي. هو هذا هو الطاووس. معك خبر في طاووس تقليد؟ ايوه طاووس تقليد. ما بعرف اذا والله هلا ما بعرف اذا كان هو زيته هذا، بس بيقولوا انه الطاووس الذهبي هو ال سعره 3.52 دولار، وزنه 600 جرام، هذا منه كيلو 600 جرام. بتعرفوا شغله؟ بس افتح رب البندوره بشيل منه معلقه، إذا ضل برات البراد بيعفن، والمعلقة بتكون جافة جافة جافة، فأنا شو بعمل؟ بفتح القطرميز، باخذ طلبي، بسكره بحطه بدرج الفريزر، مش بالبراد، بالفريزر. وعلى فكرة ساعة بدي برجع بشيل منه وبستعمله عادي جدا، بس إذا ضل برا بيعفن. هذا ممر شو بيسموه؟ الممر يلي بيكون بالطياره، ممر السعاده. هذا ممر التعاصي بالنسبه للزلمه. هذا ممر السعاده للزلمه وللمره وللبابا وللكبير وللصغير والمقمط بالسرير. والله بدي اخذ فرشايه للاولاد، خاصه لمود وفرشاته صايره ما بعرف ليش هيك، كانه عم بفرش فيها سجاد فاتحه تمها هيك الفرشايه، فحاخذ هاي بحبوا الاولاد هيك، ليكو بس ان نجيب لهم فراش اسنان على شكل افلام كرتون حيوانات، الولد بيتشجع يفوت على الحمام ويفرش بينبسط. لك يا بدي اقول لهم شغله للمتابعين عن مودو. كل يوم بيجي لعندي على التخت قبل ما ينام بيقول لي بابا فرشيتهم شوفهم نضاف. شوفهم يعملوا هيك، شوفهم حلوين نضاف. لك يا هدي في لون اورانج وفي لون ازرق، ايو باخذها؟ خدي شيء مميز يعني غير ال... هو بيحب الازرق. ازرق ايه كلهم بيحبوا الازرق. هو بيقول الزهري للبنات. ايه اذا شايف الشغله زهري بجن ما بيعجبه ابدا. حاخذ له هاي، مدري شو سعرها، ما مكتوب سعرها، بس ليكو الاسعار اجمالا هيك هيك الاسعار هون، بس ما مكتوب هي بالتحديد شو سعرها، ما مكتوب. والله في اشياء كثير للاسنان. هي شو هي؟ خيط بعتقد. ليك هذا هون مانا خيط، مانا خيط لكن خيط. يكون مبيني اكثر. خدي خدي وحده، خدي وحده يلا بدنا قطع. يا جماعه الخيط مفيد اكثر من فرشيه اسنان نفسها. صحيح الدكاتره دائما هيك بيقولوا. وهيدا شو هيدا؟ عودوا اولادكم يستعملوا الخيط، علموهم. هذا شو؟ هيدي مثل الفرشيه كمان للتخليل بين الاسنان يعني لل بتفوت هي بين الاسنان؟ ايه لكن مثل صايره مثل لها شعيرات صغيره بتنظف. ناخذ وحده نجربها؟ كمان خدي وحده، خدي وحده. سبحان الله ليكو لو الست ما عندها ببيات صغار بس تمرق من قدام هذا الستاند ما فيها ما توقف وتتفرج. سبحان الله العضاضات اللي طالعين جديد، الببرونات، ان شاء الله يا رب الله ما يحرم الخلفه لحدا، امين رب العالمين. وتجربوا هالاحساس وتيجوا تشتروا وتتعذبوا وتسهروا كل الليل على وعوي. امين. هي كوتون
فهمتي؟ شفت انه ممكن احيانا بغيروا بمحلات الاغراض، فبالصيف بشوفوا قدامي بكون انا بدي اياه، فبدي كوتونتيج والله. اي نوع باخذ؟ خدي شو لهيداك او كبير؟ هذا للبابيات مشان الام، خاصه الامهات اللي بيكونوا اول بابا ما بتعرف كيف تنظف جنينه للبابا مشان ما تغلطوا وتفوتوا على الاخر. ف حاخذ هذا الكوتون فيش سعره اقل من دولار هي كلها كل الكميه. ليكو الزيت كمان عاملين عليه عرض $7 يعني $8 تقريبا. شو جاي معه؟ طحين. طحين قديه؟ 900 جرام. منيح والله. والزيت 4 لتر. حلو. بدي اتشكر كل حدا كتب لي يومتها على هذا السمسم اللي انا فكرته حبه البركه. كتبتوا لي يا ليلى هذا السمسم، انا قريت عليه مكتوب بذور السمسم بس قلت معقوله، فشكرا كثير لكم. شفتوا انه نحن بنستفاد من بعض، فلنشوف شو منزلين اشياء. والله هذا القسم عم يعجبني، القصص يلي فيه اورجانيك عضوي. ليكو الماش عنا قد ايه سعره؟ 3.15. قد ايه طيب الرز مع الماش؟ انا كثير بحبه كثير. زوبا. هيك شو رايك بفتحها؟ هيك ما شاء الله. عجيب والله. ما هيك؟ مع صحن الكبده؟ ايه اكلي. عرقان حبق؟ بالزوبعات كمان حياخذهم اثنيناتهم. شو حلو؟ هو عندنا زرعنا حبق بس نطفتهم تنطيف برمضان. برمضان ايه والله. ما خدت فيهم لورقه. حلقهم على الزيرو مثل ما بيقولوا. هيدي اكلي. اكلي اكلي. منى انت كثير بتحبي زعتر الزوبا؟ كثير. مع بصل الاخضر؟ طيب. البيض، شو اسعار البيض اليوم عنا؟ هاي الاسعار قدامكم حبايب قلبي. كرتون تاني ليلى؟ عرض خاص كمان في على البيض. ايه والله، كرتوني بيضة وكرتوني حمراء، ودايما مثل ما بيقول هيدي شو؟ شوفوا كعبة الكرتونة، إذا في شي بيضة مفقوشة. لكن يا لحظة، اسم الله ولا حبي عليها زرق أو زبدة دجاج. وسخ دجاج، ايه نظيفة. أنا بتمنى كل البيض يكون هيك. أي أيوة والله. ما بعرف ليش. سعره 3.12. ليكو شاريوهات الأولاد إذا الله راد. باتون سالي، علكي، بسكويت. هذا آخر قسم بنمرق عليه خلاص بآخر التسوق. إلا ما نجي نشوف شو في عندهم أشياء طيبة. حناخد زيتون. أي زيتون قررنا آخر شيء هداك؟ ما أحلاهم كيف حاطين القلوبات بهالطريقة هاي. شكل الجوز كتير لفت لي نظري، حاخد منه. لا بشان الكيلو الجوز عنا المكسر $8 8 و 75. حتى الكاجو والله شكلهم ملفت للنظر، اخذ لي وقيتين منه كمان. بقد ايه الكاجو الكيلو منه؟ بقد ايه؟ كمان نفس سعر الجوز $8.75. الله اعلم بقى شغله. شفتوا الشاريه اللي بتكون بعد رمضان؟ يعني انا باول رمضان يمكن الشاريه ما بتكون ملياني هالقد مثل الشاريه اللي بتكون بعد رمضان. البيت بيكون صوفر على الاخر. Thank you.
شكلها ملفت للنظر. شفتوا له الفاتورة يا ويلي أنا. سلمون كلك ذوق. دي فاتورة برضك؟ كل دي؟ هو في ايه؟ هدو شوب كتير. الجو نار 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 نار. صرنا نشغل الاي سي بقلب السيارة بقى. اكتبوا لي عندكم ببلادكم صار في ليكو جوات البيوت لسه في شوية برد، بس برا شوب.